رجعنا لكم أعزائي المشاهدين مع ضيفنا اليوم. طبعا ضيفنا دكتور اليوم سيف الحجري بهدف إعداد جيل واع بقضايا بيئته بما يحقق مفهوم الاستدامة. كشف الدكتور سيف الحجري رئيس برنامج لكل ربيع زهرة عن استعدادات لإطلاق برنامج أصدقاء الطبيعة للتوعية البيئية بمناسبة اليوم القطري للبيئة، والذي يهدف إلى ترسيخ قيم الحفاظ على البيئة. عشان نتكلم أكثر عن هذا البرنامج وأهميته، يسعدنا أن نستضيف الدكتور سيف الحجري معانا في الاستديو. صبحك الله بالخير دكتور سيف. مرحبا وسهلا، حياكم الله دكتور سيف، سعداء بتواجدك في برنامج فيض. ضحى بالبداية انتم على يعني الامتار الاخيره، خلينا نقول الاستعداد لاطلاق هذا البرنامج. لو نوضح للساده المشاهدين متى سيرى البرنامج النور. نعم، طبعا البرنامج هو في الحقيقه يسعى لايجاد بيئه للمعرفه اينما وجد الانسان. وكما نعلم اليوم المجمعات التجاريه اصبحت في الحقيقه مكان تجمع الناس في الشتاء وفي الصيف والصباح والمساء. نعم. إذن مبادرة جميلة وطيبة من أسدان مول بأن نحلم حلم أخضر، أي نحلم أن نرى قطر في الحقيقة بلد عامرة بمبادئ البيئة، خضراء سليمة صحيا، وكل ما كانت البيئة المحاضنة للإنسان سليمة أصبح الإنسان في سعادة، وأصبح أيضا حتى الأجيال القادمة في رحب والصحة. إذن البرنامج هو يسعى أن نجد محطات تفاعلية مع جميع أعمار رواد هذه المجمعات التجارية، لأن يتواجدوا في هذا المكان، وبالتالي لم تصبح هذه المجمعات مكان شراء وبيع، ولكن هي أيضا لنقل المعرفة. ومبادرة من مجمع الزان مشكورين، منحوا للبرنامج أصدقاء الطبيعة مساحة كبيرة جدا، وهناك العديد من المحطات، وهذه المحطات يشارك فيها برنامج كل ربيع زهرة، برنامج الاستدامة والإرث تابع للجنة الأولمبية القطرية، بالإضافة إلى حديقة نباتات القرآن الكريم تابع لمؤسسة قطر. إذن هناك مجموعة من نشطاء ومؤسسات أصبحوا هم أصدقاء لهذه البيئة لتنشئة نشأة في برنامج سميناه حماة الطبيعة. أن في حاجة إلى إنشاء مجموعة كبيرة جدا من النشأ الذين سيصبحوا يوما من الأيام هم الذين سيحموا هذه الأرض بقيمهم قبل معرفتهم. أكيد. لأن آبائنا كانوا يحملون القيم قبل المعرفة، إذن القيم هي أساس في النجاح والوصول إلى الأهداف المرجوة. دكتور في اطار الاستعدادات لهذه الحمله اللي انتم راح تطلقونها ان شاء الله في 26 اتوقع من هذا الشهر. نعم. ان شاء الله، ايش هي الاستعدادات لهذه الحمله؟ طبعا الاستعدادات، اولا دعينا مسؤولين عن قضايا البيئه، ودعينا وزير للبلديه والبيئه، وايضا بعض نشطاء، وبعض ايضا الاعلاميين الذين كانوا لهم دائما لدينا الرقم واحد في 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 محطات البيئة، لأن عندهم قدرة على نقل هذه المعرفة للدائرة أوسع. وسيكون هناك أبنائنا من مدارس متنوعة، من جاليات قونا الدوحة، نسميها بلد الأسرة الواحد، نلاحظ أن هناك نوع من الانسجام بين المواطن والمقيم. إذن هيكون احتفال ببدء مرحلة جديدة من مرحلة التوعية، مثل ما ذكرت برنامج متنوع وأيضا تفاعلي، يعني جاذب لأعمار من 3 سنوات إلى الكبار للجنسين. إذن بالفعل هو بداية جديدة لنجعل قطر طبعا تحلم ببيئة خضراء. من كذا حن في قبة هناك في أزدان تعرف بقبة الحلم الأخضر. جميل. جميل هذا الاسم دكتور. أنت تحدثت عن الفئة العمرية المستهدفة، ونرى الإطار واسع في هذا المجال من 3 سنوات حتى الكبار، ولكن نوعية البرامج التي ستقام بما يتناسب مع الفئات العمرية المختلفة المستهدفة من هذا البرنامج؟ نعم بالفعل، برنامج لو شاهدنا الصور سنلاحظ أن برنامج راعى مراحل العمرية، راعى أيضا هوات
متنوعة. هناك محطة للرياضة والبيئة مثلا، لأن أصبحت الرياضة والبيئة عملة واحدة لوجهين. ستجد أن هناك بعض الأجهزة التي تمارس فيها الرياضة وتستسقي معلومة بيئية في نفس الوقت. جميل. هناك محطة أيضا لإبراز في الحقيقة إرث الإسلام، كون الإسلام منذ تلك الفترة الطويلة كان رسالة واضحة بأن هذه نعم عظيمة ويجب أن نحافظ عليها وننميها. فحديقة نباتات قرآن الكريم تابع لمؤسسة قطر حتكون حاضرة لإبراز أيضا أن ننتمي إلى دين يثري قضايا البيئة، وبالتالي سنبين النباتات التي ذكرت في القرآن، نبين الآيات التي حثت، نبين أيضا في الحقيقة سلوك السلف وأيضا من جاء بعدهم من علماء ومن أيضا المسلمين كيف كانوا يتعاملون مع الماء، كيف يتعاملون مع الحياة، كيف يتعاملون مع النبات. فإذا هناك أيضا أزدان، وأزدان من المولات التي أيضا حولت هذا المول إلى مول أخضر بتغيير كثير من الإضاءات، بوضع كل المحلات ستكون حاضرة أيضا بأن جميع الفواتير التي تخرج، جميع الحقائب التي توضع فيها رسالة بيئية. إذن هناك نوع من أسرة أزدان من هذا المجمع سينبثر منها رسائل تخدم المجتمع في قضايا البيئة وقضايا أخرى مجتمعية، لأن البيئة هي تتقاطع مع كل أنشطة البشرية. نعم. ولا شك في الضحى وتلفزيون قطر حيكون حاضر. هذا واجب. نعم. أكيد. واجب أكيد. في هذا اليوم الطيب من يوم قطر، لأن يوم 26 هو اليوم الوطني الذي يذكرنا بما قدمنا لبيئتنا، وأيضا يؤهلنا بماذا سنقدم للعام القادم إن شاء الله. دكتور، ذكرت أنت في محور حديثك أن في فئات عمرية هي مستهدفة، شنو هي الفئات العمرية اللي أنت تستهدفونها وشلون أنت تعدونهم للاستعداد لهذا البرنامج؟ هن فئتين مهمين جدا بالإضافة للفئات الأخرى، فئة الأطفال منذ الطفولة المبكرة وفئة الأم الحاضنة، لأن بالفعل أم ستستطيع أن تغير الكثير من سلوكيات طفل في بيته الصغير، لأن بالفعل هذه السلوكيات البيئية لا تبدأ في المدرسة، تبدأ في هذه الحاضنة الصغيرة من البيت بتدريب هؤلاء الأطفال الصغار، وتدريبهم ذا حقيقة في قضايا البيئة أن يرموا مخلفاتهم في أماكن معينة هو بالنسبة لهم متعة، يعني مش بس. فتلاحظ أن الطفل الصغير هذا حتى عمره سنتين إذا بديت تعلمه أنه وين يرمي مخلفاته، كيف يحافظ على أدواته، كيف يحافظ، بتلاحظ أنه هو يستمتع بهذه الأنشطة وتصبح جزء من سلوكه اليومي أينما وجد، في المدرسة، وجد في الحديقة. هذا اللي هو نتمنى من الأسرة ومن الأم أن تكون هي الحاضنة الأساسية والتي تبني، ثم ينتقل إلى المدرسة، ثم ينتقل إلى المجتمع، وحتى أنه ينتقل إلى خارج دولة قطر ويصبح فرد بالفعل يؤمن بأن هذا الكوكب هو بيتنا الكبير. أكيد. أينما وجد ينفذ نفس السلوك فهو هنا سيكون فخور لبلده إنه هو حافظ على النظام والانتظام وهذه الطبيعة أينما وجد. أكيد. دكتور، ذكرت تفضلت من خلال حديثك مصطلح الراعي أو حماة الطبيعة. نعم. هذا اللقب على أي أساس يعطى للمشاركين في هذا البرنامج؟ طبعا البرنامج يتفرع إلى عدة برامج، واحدة من البرامج المهمة أن نأخذ الأطفال من عمر 11 سنة، خامس ابتدائي وسادس ابتدائي والإعداد والثانوي ثم الكبار، هذول لهم برنامج نظري وعملي تفاعلي بحيث أن نعدهم ليصبحوا رواد ويحملون أيضا إشارات ولهم زي خاص. جميل. مثل ما سنشاهد في بعض الصور التي لدينا، يأخذوا مقررات معينة في فترات لهم فاضين في أيام نهاية الأسبوع، في الإجازة الأسبوعية، في الإجازات المحلية، إجازات الصيف، ثم يقوم بإعدادهم إعداد علمي ثقافي تراثي أيضا، لأن أيضا بيئتنا لها بعد تراثي. هؤلاء لهم إن شاء الله نأمل بعد ما يعلقوا ثلاثة رموز بيئية أنهم يصبحوا هم رواد في تقديم هذه المعلومة وحماية بيئة قطر.
حماة الطبيعة. نعم هم حماة للطبيعة وهذا اللقب جميل هم فخورين فيه ولهم زي خاص. جميل. يعني ويتدرجوا في العمر كل ما خلصوا فترة يحصلوا على نشان وعلى رتبة وإذا خلصوا المرحلة يتم تخريجهم إلى المجتمع كحماة للطبيعة للجنسين. جميل. نعم. دكتور ذكرت أن دولتنا قطر هي طبعا حاضنة لكل مواطن ومقيم راح نشهد في هذه الحملة إن شاء الله مشاركات عربية دولية ضمن برنامج الحملة هذه ولا بس فقط جمعية استقاء البيئة؟ بالفعل قطر كما نعلم إن هي تسعى إلى بناء جسور المحبة جسور الأمن والأمان تساهم بأعمال جميلة جدا خارج دولة قطر هذه كلها احنا فخورين فيه وبالتالي نعم أيضا هؤلاء الأبناء رواد طبيعة هيكونوا حاضرين في المحافل الدولية والعالمية وبالفعل المجموعة الصغيرة الذين بدأنا معهم كانوا قبل شهر في مؤتمر دولي في الإمارات في أبوظبي مؤتمر عن قمة الطاقة البديلة فكانوا حاضرين بأزيائهم وبعلم قطر فكانوا في الحقيقة أطفوا على المعرض الدولي الذي وجد هناك ونقاشهم ولقائهم مع الإعلاميين أطفوا كثير من محبة الناس لهم وبالتالي نعم نعمل في قطر ونؤثر على المستوى الدولي والأقليمي. دكتور برأيك مثل هذه البرامج إلى أي مدى تساهم في تعزيز قيم الحماية البيئية والحفاظ على الطبيعة؟ طبعا البيئة كلمة صغيرة ولكن جامعة هي تشمل الاقتصاد والتنمية من كذا نسمى التنمية المستدامة هي تشمل في الواقع الصحة كل ما كان بيئة نظيفة أصبحت صحة المواطن قوية هي تشمل أيضا الترفيه هناك العديد من أماكن ما يعرف بالسياحة البيئية لأن الجمال دائما يجذب الإنسان وبالتالي إذا حفظنا على برنا على شواطئنا على ممتلكاتنا هي حتصبح جاذبة لكثير هي في نفس الوقت أيضا حفاظ على الحياة الفطرية الحياة الفطرية من كائنات صغيرة أو كبيرة هي تنقرض إلى أهملها الإنسان وتنمو وتتكاثر وحتى تأتي أن تأكل الطيور من يد الإنسان إذا حذرت بالأمان إذن هذه الأهداف كلها أهداف منطقية وهذا اللي نسعى أن نرى بالفعل ما كان لأجدادنا من هذه القيم هي تنتقل أيضا لأبنائنا وتصبح أكثر قوة لأن اليوم أبنائنا عندهم أكثر معرفة أكثر تكنولوجيا وأكثر أيضا الراحة النفسية لوجودهم في بيئة آمنة وبيئة صحية أكيد وهذا ما نأمل دكتور سيف الحجري ألف شكر لك على تواجدك معنا في سيدي برنامج في الضحى نتمنى لكم دائما وأبدا التوفيق في هذه البرامج التي تحمل معاني جدا مهمة بالنسبة للمجتمع كل الشكر لك دكتور وحن نشكرهم دائما على قضايا المجتمع وهذه في الحقيقة شهادة يعني لكل من يشاهد إذاعة تلفزيون قطر وبرنامج في الضحى شكرا لك دكتور شكرا لك دكتور إذن